واحد الشاب مغربي واحد الشاب مغربي كان يتسكع في المغرب، يتسكع في المغرب، يتسكع في المغرب، البطاله، الحشيش، المصايب، الكحله، ضغط على عائلته، عطاه سلفوا له ما نعرف شنو، المهم رسلوه، مشى هرب، هرب من الزريبه، جا لاسبانيا. جا لاسبانيا كيف يجوا الملايين من المغاربه لاسبانيا ولفرنسا ولايطاليا والمانيا ولكل مكان، وينساو على انهم جاوا من الزريبه. حينما يعني يشوفوا القانون يبغوا يمارسوا ذاك الشيء اللي كانوا يمارسوه في الزريبه، وهو طحن القانون. يعني يجوا لبلاد القانون ويبغوا يمارسوا نفس الممارسات اللي كاينه في المغرب اللي هي ممارسات الزريبه. بغيت تسكر تسكر، بغيت تتحشش تتحشش، بغيت تقوم بعمل غير اخلاقي عد العمل غير اخلاقي، بغيت تقتل قتل، بغيت تقريسي قريسي، المهم الى عاد عندك الاموال تشري تشري الحكم. قبضوك البوليس، دور مع البوليس اسمه، مشيت للمحكمه اعطي الفلوس للوكيل الملك ويعفو عليك من الحبس. ظنن على انه الزريبه كيف اسبانيا. المهم انه هذا الشاب، هذا الشاب المغربي قبض في تليفونه ومشى المظاهره فيها الفتيات وقام باعمال غير اخلاقيه، وثق نفسه ويقوم باعمال غير اخلاقيه، بتصرفات غير اخلاقيه بالصوت والصوره، ضد قاصرات، ضد قاصرات. لما يعني قام بهذه الادوار، قام بهذه التصرفات اللي غير قانونيه، قامت مجموعه من الجمعيات في اسبانيا برفع دعوى قضائية ضد هذا الرعية الذي نسي، الذي لم ينسى على أنه رعية. والآن يعني صدر قرار بترحيله إلى الزريبة، يعني سيعود للزريبة. أنا خليكم أنا خليكم تسمعوه هو هو أنا خليكم تسمعوه هو، لأنه هو يعبر صراحة على واقعكم وعلى السكيزوفرينيا اللي عندكم، على الشخصية الثنائية اللي عندكم. يعني تجوا من الويل ولما تجوا للدول الديمقراطية تبغوا تمارسوا نفس الحيوانية اللي كنتوا تمارسوها في المغرب. هذه بلاد ديمقراطية، هذه ما فيهاش المكان للحيوانات، الحيوانات يبقوا في الزريبة. هذا الشيء اللي نعرفه. تعتبر راسك حيوان باك باغي تمتثل للقانون، مشي للزريبة، عيش في الزريبة، عدل اللي بغيت في الزريبة. ولكن في أوروبا لا. أنا اليوم عند طرحت شكاية ضد مغربي آخر يهددني بالقتل. ما اسكو الحيوانات، الحيوانات هو يجي لأوروبا ويعتبر راسه أنه خارج القانون. لا، هون يصير عليك القانون، هون تهدد الناس تمشي للحبس ولا تتابع قانونيا، تكتب للناس، تشهر بالناس، تمشي تمشي للحبس. إذا علينا نسمعوا ماذا يقول هذا الشاب المغربي وهو يحكي قصته والتبعات اللي عايشه بعد ان صدر قرار بترحيله. انا لما سبق اني شفت واحد يبكي لانه ما هو يرجع لوطنه. ياك وطنك، ياك بلادك، والمغرب والمغرب ومات المغرب، ياك يرجعوك الا للمغرب، ياك بلادك يرجعوك الا لبلادك، تبكي لانه ما يرجعوك لبلادك، وبلادك هربت منها ومن بعد جيت تطاول على بلاد الناس، بغيت تخسر بلاد الناس. هذو الناس عندهم الديمقراطيه اللي يقضوك يروحوك للزريبه اللي كنت فيها، ولا تبكي. ما حدك تصور انت الناس، وما حدك تسب الناس، وما حدك تهدد الناس، وما حدك تتكلم هكذا بدون القانون.
ما استحضرت، ما عرفت راسك بأنك رانك ممكن في أي لحظة يلحق الزريبة اللي كنت فيها. أرد عليك، أرد عليك سعلون، لأني أعيش في سيارة. وأنت ما تخذيني ما أشبني، شكراً طرقوا بي ناس عليك ما أشبني ناس عليك. أرد عليك، مرحبا سعلون، صادق مرحبا سعلون. أرد عليك، أرد عليك وليس عشان شاهد هذه الفيديوهات استحضر ياسم المغاربة هنا، خصوصا ذوك اللي يمشوا المظاهرات الصحراويين يتعدوا على الصحراء، كيف هذاك اللي فقد عينه ذاك النهار جاي للمظاهرة الصحراوية، المظاهرة الجالية الصحراوية في مدريد وجاي بشرويطة ليوطي باش يستفز وفقد عينه، شرى له محمد السادس شي عين من هيك الثروة اللي عند محمد السادس، خلص عليه بشي عين ركب له شي عين. وهل يركب له محمد السادس عين نفس له؟ نفس العين اللي كانت عنده مثل. قبح الله الجهل. المخابرات المغربية تقبض واحد ضعيف جاهل تقول له يلا مشي مشي تحرش بالوقفة. هما راهم هذوك المخابرات على ما يجوا مباشرة، على ما يجي شاف دونتين في مدريد راسو يدخل وسط المظاهرة الصحراوية، على ما يجوا العملاء اللي هما أصلا تابعين لاتجات اللي تخلصوا اسمه يدخلوا وسط المظاهرة، على يقبض واحد من الجالية ويسلوا. لأنهم عارفين بأن ذاك الشيء لن ينفع ويضحوا به ويعدلوا به كبش فداء باش حتى يحصل إسبانية تلوحوا في المغرب ويبقى العميل هذاك اللي خدام على تجد في وأستحضر كذلك قصة هذاك اللي اعتدى على قاصر صحراوي قبل أيام فقط في غاليثيا، حتى هو جاهل جاي بيصور راسه ويصور ويستفقر والكلام الساقط، وهذاك الفيديو يصبح ضده لا يحاكم. رأي هناك جمعيات صحراوية قامت ب وضع الشكاية ضده لا يفدو يلحوه للزريبة ويبقوا عملاء لاتجيت اللي يرسلوه يبقوا وراء. وهنا في فرنسا عطى الله المتردية والنطوخ ومع في السبع أم الأربعة والأربعين والشمكارة والطيابة والسكيريات والحشاشات وكذا الذين ترسلهم القنصليات والسفارات ولاتجيت كلهم شو تحرشوا بوقفات الصحراويين، وفي التالي في التالي يا إما يقلعوا منهم الكواغط فرنسا والله يرسلوهم للزريبة ويبقوا عملاء لاتجيت وراء. ولذلك حذاري حذاري، إلا بغيتوا النصح إلا عدتوا باغين النصح حذاري، إلا قالت لكم لاتجيت مشو تحرشوا بالوقفة الصحراوية يقول لهم مشو أنتم، اللي جاكم قال لكم مشو هاجموا فلان ولا هاجموا فلان قول لهم مشي انت هاجموا انت